بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهلي وصحبي أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث إن شاء الله بإذن الله عن الانتري تشينج. انتري تشينج تول جميلة جدا بتخليك تعمل كنترول على الإليمنت اللي بتتحط فيه علشان تبقى أبروبريت مناسبة للديفايس اللي راح يعرضها. يعني البانر اللي هو كان عامله هنا مثلا على سبيل المثال لو أنا حاولت أصغر شوية هتلاقيه أنا الصورة اتغيرت وبقت ميديم، سي لو أنا حاولت أصغر شوية تاني صورة تلاقيها بقت سمول. وطبعا الكلام ده دي صور يا جماعة بس الصورة اكس تشينج بتتغير او انتر تشينج بتتغير. ده اللي هنحاول ان شاء الله نحكيه في السيشن ده. طيب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين يا جماعة ديفيجن، او خلينا نقول انا دلوقتي هتعامل مع صورة فانا خليني اشتغل مع وسم الصورة مع وسم الايمج. تمام اوكي. وفي وسم الايمج بتاعي يا جماعة راح اضيف خاصية جميلة اسمها داتا هايفن انتر تشينج. داتا انترتشينج ده بيساوي وفي ليها طريقه غريبه شويه بيساوي بين دبل كوتيشنز هبتدي احط البريسز مش الكيرلي بريسز الاقواس دي حاطط ده للجيم يا جماعه. جوه منهم هبتدي احط الريفرنس الصوره بتاعتي. يعني لو انا كنت ناوي اربط بصوره انترنال هكتب بقى المسار بتاعي ايمج ومش عارف ايه لغايه دوت جي بي جي او دوت امتدادها. لكن انا هشتغل على بليس هولدت، انا هشتغل اونلاين هاخد الاكستنشن ده هاخده كوبي تمام واروح ابتدي احطه هنا ادي البيست. تمام اوكي. بعد الصوره هبتدي اخد كوما بعدين سبيس واحط البريك بوينت الاولاني سمول. احنا عارفين سمول وميديوم ولارج واكس لارج والقصه دي تمام. رايت يبقى ده بالنسبه لي اول اهتمام معايا في السكرينز السمول اللي هي تقريبا 20 ام على ما اظن ومقسمهم هو في البريك بوينتس بتوعه. لو انا جيت ابص على التقسيمه بتاعته هو عاملهم كده في السمول من 0 لغايه 40، الميديوم من 40 ل 64، اللارج من 64 ل 65 ل 75 وهكذا. دول التقسيمات هو فين في البريك بوينتس الخاصه بالميديا كويل تبعه هو يا جماعه تبع الفريم ورك فاونديشن. طيب سي خلوني اعمل ايه؟ انا هاخد الكلام دايت كله بكوبي مره ثانيه واتاكد ان انا موجود جوه الدبل كوتيشنز وبنفس السيناريو كوما بعدين سبيس وهعمل بيست. تمام بنفس السيناريو ده البريك بوينت الثاني كوما سبيس واعمل بيست واغير بقى. انا كان عندي سمول المره دي البريك بوينت ده هيبقى ميديم. هي كده ميديم صح؟ اي يو ام ميديم. انا يا نهار ابيض مش مركز ميديم. تمام الاكستنشن التالت بيكون عباره عن لارج. تمام اوكي. لو انا عملت كنترول اس حاولت اغير في الاكستنشن هنا 350 في 150 كيب ات از ات وخلي ديت انا مثلا نقول 550 في 250 بدل ما هذا اسهل من ان انا اجيب صوره بصراحه يعني. تمام وهنا 750 في مثلا 350. تمام لو انا عملت كنترول اس وحاولت اشوف اللي انا عملته انا كده في لارج ريفريش انا فلاش 750 في 350 لو انا صغرت شويه كده سمول 350 في 150 لو انا كبرت شويه لغايه لما اوصل للميديم هلاقيها بقت 550 في 250 كده بقت انتر تشينج معايا. الكلام ده حضرتك ممكن تشيله طبعا وتحط الصور بتاعتك براحتك. هتحط الصور مثلا سبيشال فور سمول وصور سبيشال فور ميديم وصور سبيشال فور لارج ذات فور انستنس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.